وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صباح الخير جميعا، حياكم الله في هذا الصباح العاطر. بداية نسأل الله عز وجل أن يبلغنا وإياكم شهر رمضان ونحن بخير حال، ويتقبل منا ومنكم الصيام والقيام. 29/8 اليوم هو ختام هذا الفصل الدراسي الحافل بالعمل والإنجاز من جميع الزملاء. سعيدين الحقيقة أن نلتقي هذا اللقاء، هو ليس لقاء وداعي بقدر ما هو لقاء نقول فيه لكل من ساهم وبادر وشارك شكرا على ما قدم، ويعني من باب مكافأة كل من كان له جهد، ومن باب أن يقال المحسن أحسنت. كانت هذه الحفلة البسيطة متوج فيها مبادرتي منصة الإبداع ومسابقة أفضل حقيبة. بداية يسعدنا أن نستمع لكلمة من سعادة وكيل العمالة تطوير الجودة الدكتور صلاح الصالح، تفضل. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل صلاة وأتم تسليم. ثم أما بعد، حياكم الله جميعا وفي لقاء جديد وفي فعاليات يعني جديدة. والحقيقة وحدة التدريب كانت هم في العمادة، وكان فيه طموح، وتأخر إطلاق الوحدة لسبب رئيسي، أن الوحدة اللي كنا نطمح لها ونريد أن يعني تلبي احتياجات الزملاء يجب أن تكون على مستوى عالي. البرامج التقليدية، الأنشطة التقليدية المستهلكة يعني تفي بشيء من الغرض، لكن ما تحقق طموحاتنا ولا ترتقي إلى ذائقة الزملاء المستفيدين منها. ف يعني بفضل الله عز وجل تم تكوين فريق، وفريق العمل حقيقة كان له خبرة قديمة، ويعني اشتغل فترات في عدة برامج، وانطلقت الوحدة. الفصل هذا كانت تقريبا يعني هي الفعاليات الرئيسية أو السنة هذه. وين الأخ صالح؟ بدأت أول فعالية في متى كانت أول فعالية؟ المنتصف، نهاية الفصل الأول. كانت برامج المنتصف ربما هي باكورة الفعاليات، ثم تلتها مجموعة دورات خلال الفصل الدراسي الثاني. من فضل الله عز وجل نسبة الرضا كانت عالية، البرامج اللي قدمت، الضيوف اللي شاركوا، الزملاء اللي دربوا، يعني كانت على المستوى الطموح، بل ربما فاقت الطموح في بعض تفاصيلها. اليوم عندنا تكريم الفائزين في إعداد أو مسابقة الحقائب التدريبية، والزملاء كذلك بذلوا جهد، وكانت المعايير واضحة ودقيقة، والفريق قيم. ثم بعد ذلك كان في مرحلة مراجعة للتقييم شارك فيها سعادة العميد ومحدثكم، وصراحة ما استطعنا فعلا نميز بين الفائزين الأول والثاني والثالث لشدة التنافس الموجودة. ولا يعني أخفيكم أن فعلا انبهرنا بحجم الحقائب التدريبية اللي قدمت من الزملاء، ولذلك عاد يعني تساؤل للبال، هل الأفضل أو هل يعني من المفترض أن نبحث عن مدربين من خارج العمادة، ولا نرجع نبحث داخل العمادة؟ التصور اللي جانا أن عندنا من الزملاء يعني من هو حقيقة على مستوى عالي جدا في إعداد الحقائب التدريبية، واللي نطمح إن شاء الله خلال الفترة القادمة أن يدرب الزملاء على الحقائب اللي أعدوها حتى تكتمل الصورة. الحقائب كانت جدا مميزة، ليست فقط المادة العلمية، بل المادة العلمية بالإضافة إلى آلية تقديم الحقيبة، بالإضافة إلى الأدلة الموجودة والأنشطة المصاحبة، العمل كان جدا يعني مميز. فالشكر للزملاء جميعا، وحقيقة كان بودنا أن جميع من شارك يعني يحصل على المركز الأول، لكن بذلوا الزملاء جهد وحاولوا
حفل تدشين وحدة التدريب في أعمال السنة الأولى المشتركة. منذ اسم التدريب إلى وكالة الأعمال للتطبيب والجودة وهو حقيقة كان تحدي يعني يشغل بال الجميع. كنا نسعى ونطمح وبإذن الله الزملاء اللي تولوا وحدة التدريب هم على قدر من التميز والإبداع أن يكون ما يقدم في هذه الوحدة يرتقي إلى ذائقتكم. كل أنواع التدريب نحتاجها. ايا كان هذا نوع التدريب نحتاجه، حتى لو كان تدريب رياضي او كابتن في الكاراتيه. عشان كذا بقول حتى الرياضه احنا نحتاجها، ايا كان هذا نوع التدريب احنا نحتاجه. وان الملائكه لتضع اجنحتها رضا لطالب العلم بما يصنع. Thank you.
السنة الأولى المشاركة منذ أسند التدريب إلى وكالة العمادة للتطوير والجودة هو حقيقة كان تحدي يعني يشغل بال الجميع. كنا نسعى ونطمح وبإذن الله الزملاء اللي تولوا وحدة التدريب هم على قدر من التميز والإبداع أن يكون ما يقدم في هذه الوحدة يرتقي إلى ذائقتكم. كل أنواع التدريب نحتاجها، أي كان هذا نوع التدريب نحتاجه، حتى لو كان تدريب رياضي أوس عاد الفيلم كابتن في الكراتين. عشان كذا نقول حتى الرياضة إحنا نحتاجها، أي كان هذا نوع التدريب فإحنا نحتاجه. وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا بطالب العلم بما يصنع. طيب نشكر لكم حضوركم أيها الكرام، ونعرف الحقيقة أن الزملاء نظرا لتعديل البرنامج بعضهم سافر وبعضهم لديه أيضا رحلة اليوم وعلى وشك، لكن حرصنا قبل انتهاء هذا الفصل أن يقال فعلا لمن أحسن أحسنت، وجميع شارك بهمة وحماس حقيقة. تحية أيضا للزملاء في الملث الذين بدأوا يمكن في فترة متأخرة للفصل، لكن أيضا ساهموا في عدد الحقيقة من البرامج التدريبية التي حاولوا من خلالها أن يرفعوا مستوى الزملاء في الملث. الآن سيكون تكريم للمشاركين في فعالية منصة الإبداع، ثم مسابقة أفضل حقيبة تدريبية، ثم تكريم بعض الزملاء المتعاونين مع الوحدة والذين قدموا برامج تدريبية. منصة الإبداع يمكن زي ما تفضل الدكتور في مسابقة أفضل حقيبة شارك عدد الحقيقة من الزملاء وأبدعوا على هذه المنصة، ولذلك اللجنة يعني حاولت أن تكون يعني هذه الفعالية من باب التحفيز والتحميس للمشاركة لها في المرات القادمة، ولذلك كل من شارك سيكون له يعني تكريم بميدالية منصة الإبداع. تفضل سعادة الدكتور. دكتور أشرف الديب، دكتور فهد عقالة، دكتور عبد الله الغامدي، دكتور عصام الشامي، دكتور حسن صباحا، دكتور وائل الجابري،
دكتور محمد فتحي. دكتور محمد فتحي. دكتور محمد جوهر. دكتور خالد الفضيلي. مسابقة أفضل الحقيبة كانت النتائج الحقيقة يعني متقاربة إلى حد ما، وكانت أيضا مشاركة أيضا مع في الجوائز كان في تشارك مع الأخوات المدربات، أعلنت جوائز الأخوات المدربات ونحن الآن نعلن جوائز الزملاء المدربين. كان في المستوى الأول فاز الدكتور إبراهيم هنداوي. والدكتور علام أبو دار. كان أيضا معهم أخت مشاركة أيضا في الفرع الثالث أو المستوى الثالث، كان الأستاذ طاهر الشهاري. مشاركة أيضا الأستاذ محمد جوهر. متعاونين مع وحدة التدريب. دكتور محمد السعد العمري. مقدمو البرامج التدريبية دكتور عبد الله الغامدي. الدكتور عيسى اللحام من المتعاونين مع وحدة التدريب.
كابتن محمد عيسوي. طيب نشكر لكم حضوركم ومشاركتكم، وان شاء الله نسال الله يجمعنا في مناسبات قادمه، وان شاء الله احتفالات بتتويج كل من يشارك ويساهم. شاكرين ومقدرين، والى لقاء ان شاء الله. السلام عليكم.